بخير، دايرين صافا؟ كلشي مزيان. حنا دابا كيفما كتشوفو كنتواجدو في مكناس مدينة الإسماعيلية، وحنا دابا غادي نمشيو لمول إدريس الزرعون، واحد مدينة صغيرة زوينة بزاف، هي أول مدينة كيدخلها الإسلام في المغرب. المهم خليكم معنا في الفلوق باش تكتشفو معنا هاد المدينة. مول إدريس كاينة ورا هاديك الشجرة، هو اللي هي كاينة من ورا. حنا دابا غادي نمشيو في الطوبيس باش نوصلو إن شاء الله لمول إدريس ونصور لكم المدينة كيفاش دايرة. هنايا كاين طريح ديال مولاي ادريس. هنايا هاد المدينه هادي اول مدينه تبنات في المغرب، اول مدينه دخلها الاسلام في المغرب. هادشي هذا غنخليه لكم، غادي نطلعوا دابا فيو بانوراميك تشوفوا واحد المنظر كتبان فيه مدينه ديال مولاي ادريس كامله. نشوف واحد البلاصه واعره كتبان مول ادريس مدينه كامله فيو بانورامي. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. هاد البلاصه هادي تقريبا احسن بلاصه اللي يجيو ليها الناس ويداخذوا التصاور ديالهم في هاد البلاصه هادي، لاقاش هنايا الفوق في العلو ديال بالنسبة للترونسبور اللي درنا من مكناس لمول ادريس. خدينا الطوبيس، الطوبيس ب7 دراهم من مكناس لمول ادريس. المسافة اللي كتكون بيناتهم 28 كيلومتر، كاين 4 كيلومتر عاوتاني على مدينة ديال الواليلي. خليكم دابا مع الأخ محمد اللي غادي يشرح لنا بحالاش تأسست المدينة ديال مول ادريس الزرعون، وبحالاش يعني أول مدينة في المغرب كيدخلها الإسلام. خليكم في الفيديو الجاية. هذه مدينة مولاي إدريس الأكبر، أول مدينة في المغرب. القبة ديال مولاي إدريس هي مولات النحاسات اللي تتشوف فيها راهي أمامك. هذيك القبة ديال مولاي ديال سيدي رشيد، القبة البيضاء. سيدي رشيد تيتسمى بالخليفة ديال مولاي إدريس. هذه أول مدينة في المغرب. مولاي إدريس هو اللي فتح الإسلام، فاتح الإسلام في المغرب. وأول خطرة باش جا هنا لقى غير الشلوح البرابرة، نزل هذا الجبل هذا اللي تتشوف أمامك، هذاك الجبل لقى واحد بنت الملك ديال الشلوح تتسمى بكنزة، كنزة البربرية. وقف عليها في واحد العوينة قال أعطيني نشرب، وكان الماء قليل في هذيك العوينة. يلاه يلاه تتسنى الماء يتجمع وتتعمر هي وتعطاتو هو شرب. داك الملي جا معاه كامل جبد هو الحربة ديالو وركزها تما في هذيك العين، قال ما تيهبط بزاف. هذيك هي باش غادي يديروا الثقه فيه السلوح، باش تقوا فيه، باش دخلوا مع الاسلام وبيعوه، ولا اول سلطان، اول ملك في المغرب. وثاني ثاني ولده هو اللي فاز. هذا مولاي ادريس من بعد جاز عليه السماق، عطاه السم وهرب على دايركسيون ديال وجده، تما باش تسمات مدينه وجده. منين قتلوا مولاي رشيد
والله رجع ديك الساعه وبقى مقابل مولاي ادريس الثاني كان في كرشمور 17 حتى تولد وسيدي رشيد هو اللي رباه حتى كبر حتى دار 18 سنه يا فهمت مدينه فاس. شكرا بزاف الله يستر الله يجازيك بخير. برا خوت هاد البلاصة هادي تا هي كطل على مولاي إدريس ولكن من الجناب ديالها يعني من الدخلة ديالها هنايا فيو واعر الصراحة تبارك حنايا حنا كنا في هاديك البلاصة في هاديك الفيو بانوراميك الأولاني هنايا من الجناب ديال مولاي إدريس كيف ما كتشوفوا هذه هي مدينه ديال مولاي إدريس الزرعون وكنتمنى نكون وصلت لكم الفكره ديال مدينه ديال مولاي إدريس الزرعون والضريح ديال مولاي إدريس وداك الفيو بانوراميك اللي لهيها حتى هو يعني كاينين مآثر تاريخيه زوينه هنايا وكمدينه اللي اول مدينه في المغرب واول مدينه كيدخل لها الاسلام في المغرب هي مولاي إدريس الزرعون كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا صوم عليا الى نقول لكم نخليكم في الفلوق الجاي ان شاء الله سلامه